يعني هينزل تمرين يوم السبت للعيبه اللي مش هتبقى موجوده في اسكندريه. بكره ان شاء الله الجمعه اللعيبه هتتمرن في النادي، هتتجمع وتتمرن وتصلي وتسافر لاسكندريه ان شاء الله. بيتسو موسيماني ما اختارش لسه القائمه المسافره، لكن من الواضح في مؤشراتها انه هيختار موسيماني يمكن 3 4 لعيبه من الجداد يضيفهم لقائمه الفريق اللي هيروح اسكندريه لماتش ابو قير. الاتجاه انك الناس كلها فاهمه ان الاهلي هيلعب بالصف الثاني، يلعب مباراه ابو قير بالناشئين، علشان احنا خايفين على اللعيبه من اي اصابات قبل النهائي الافريقي. في حين ان الجهاز الفني او الخواجه محتاج مباراه، محتاج مباراه يجهز فيها كل اللعيبه. الناس الدوليين اللي عائدين من السفر سواء مع منتخباتهم او مع منتخب مصر هيديهم اجزاء قليله جدا من المشاركه اذا فكر فعلا يستعين بيهم، لكن عنده بقيه اللعيبه محتاجه مباراه مهمه وجاده يجهزهم من خلالها للمباراه النهائيه. وفي كل الاحوال ابو قير الاسمده دي مباراه مهمه في كاس مصر، ده دور الثمانيه، تعدي دور الثمانيه ان شاء الله هتلعب الاتحاد السكندري، ثم هتلعب المباراه النهائيه زمالك طريقه فيها طلائع الجيش بعد اف سي مصر، يعني يلعب مع اف سي مصر في طريقه طلائع الجيش ثم المباراه النهائيه. فنتمنى ان شاء الله انه الاهلي يعدي ابو قير ويعدي الاتحاد ويروح الفاينل في الكاس عشان يقدر يحقق باذن الله تعالى الثلاثيه هذا الموسم، بطل الدوري بفارق اكثر من 20 نقطه عن اقرب منافسيه، مش كتير ولا صعب عليه انه يضيف الكاس للدوري ان شاء الله، وتبقى الاميره السوداء او السمراء خير تتويج للموسم. اجاييه هينزل السبت باذن الله التمرين. قفشه كان عنده كدمه بسيطه في التمرين النهارده، البعض قلق وقال لك هيغيب مش هيغيب، لا المساله خفيفه جدا وبسيطه ومفيش ما يعيق قفشه من المشاركه في مباراه ابو قير وايضا من ثم المباراه النهائيه ان شاء الله. قفشه شفنا لعيب مؤثر حتى مع المنتخب، تقل بدا ياخد ثقه، بدات الناس تحس بقيمه وجوده، حتى لما شارك مع المنتخب بديلا لعبد الله السعيد، عبد الله السعيد الناس كلها كانت بتقول ملوش بديل. قعدنا فتره طويله كل يقول لك عبد الله ملوش بديل، ومحدش كان واخد باله انه قفشه بقدراته وبسنه وبحيويته وبخبرته اللي بتتزايد، لا هيأدي مهم جدا في مركز صانع الالعاب اللي ظهر من خلاله مع المنتخب بتأثير واضح جدا. اذا كدمه قفشه بسيطه ولا تعيقه ولا تمنعه من المشاركة في مباراة أبو قير مبدئيا إن شاء الله. أيمن أشرف كان عنده كدمة في مباراة مصر وتوجو، شارك في التدريبات الجماعية النهاردة، يمكن أول ما وقع في مباراة مصر وتوجو الناس قلقت جدا وكله قال لك إجهاد، هيلحق مش هيلحق، هيريح. ريح أيمن أشرف فعلا، لكن قدر الحمد لله يتعافى ويشارك في التمرينات. هاني كمان كان من المباراة الأولى حصل له إصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة، وكانت إصابة هاني مزعجة جدا. ليه؟ أحمد فتحي قدم عليه ورحل إلى بيراميدز، ما عندوش حق في المشاركة في المباراة الأفريقية، الأهلي ما عندوش باك يمين، كله قال لك هاني أصيب، الناس مسكت قلبها وبدأت الاجتهادات الصحفية يا ترى بيتسو موسيماني هيحل أزمة الباك رايت إزاي؟ ناس اتكلمت على أليو ديانج ممكن يلعبها، ناس اتكلمت على رامي ربيعه ممكن يجهز للمشاركه فيها، وكل فعلا اتخض ان محمد هاني ما يلحقش، لكن بعد حصوله على قدر من بعد المباراه الاولى خد راحه كامله محمد هاني، قدر الحمد لله يتعافى ويشارك في التدريبات الجماعيه النهارده، يعني النهارده كانت عوده محمد هاني للمشاركه في المران والاطمئنان عليه. قلت لكم أليو ديانج بعد مباراة ناميبيا مباراة مالي اللي لعبها الناس كلها قلقت، وبالذات أليو ديانج تليفونه مقفول لمدة 3 ساعات بعد مباراة منتخب مالي في تصفيات الأمم الأفريقية، والناس كلها في حالة قلق، إيه إصابة ديانج؟ إيه إصابة ديانج؟ إلى أن فتح ديانج تليفونه ولقى الدنيا مقلوبة عليه ولقى كل الناس بتناجده، راح الراجل بسرعة كاتب تويته انه نو بروبلم وان انا كويس جدا وانه مفيش اي مشكله. كابتن سيد عبد الحفيظ كان تواصل معاه طمنا ايه، قال له لا كانت كدمه بسيطه جدا لكن انا سليم الحمد لله. جه قال له ديانج علشان يشارك في التدريبات، وصل النهارده وشارك كمان في المران، وبيتسو موسيماني
اطمن تماما على سلامه اليو ديانج اللي بيمثل عنصر مهم جدا في قلب وسط النادي الاهلي. اليو ديانج لاعب فعلا تقيل، وباذن الله لو استمر على هذا الاداء هيكون واحد من المهمين جدا المؤثرين في الكره الاهلاويه ان شاء الله. طبعا علي معلول بحاله جيده، كان عنده كدمه خفيفه لكنه كمل مباراه تونس في دار السلام امام تنزانيا، هيوصل باذن الله تعالى بكره الجمعه هو وجيرالدو، وهينتظموا في التدريبات ابتداء من بعد غد ان شاء الله. اذا انت القوه الضربه الحمراء جاهزه، امسكوا الخشب. اي كلام في الاجتهادات الصحفيه والمواقع والدوشه الكبيره المثاره اللي بتغيب كل الفرق اعرفوا لا، من هنا من قناه الاهلي بنطمنكم على انه بحمد الله القوه الضربه الحمراء كلها مكتمله. يبقى التوفيق من عند الله ان شاء الله. سعد سمير بينفذ المرحله الاخيره له من التاهيل، وهيدخل التدريبات الجماعيه قريب جدا ان شاء الله. دي يمكن الكتيبه المصابه اللي متاخره شويه، اذا كان سعد او محمد محمود او محمود متولي، الثلاثه بينفذوا مراحل التدريب التاهيلي والعلاجي، وان شاء الله تباعا يدخلوا في الكوره اذا كان سعد او متولي او محمد محمود.